زي ما احنا انها بتقول لي ازاي بعالج التوكسيست اوف سام دراجز. الاسيدك دراجز لو عاوز جسمنا يخلص منها بسرعه خلي اليورين الكلاين، عشان اول ما الدواء الاسيدك يوصل ايه في النيفرون يلاقيها ايه الكلاين، فيبقى ايونايز نوت ايزلي ري ابسورب. والعكس صحيح لو الدواء بتاعك بيزك دراجز. لازم برضه احتياطي نعرف ان احنا بنخلي اليورين بتاعنا بيزك باي صوديوم بايكربونيت واسيدك باي ايه؟ اسكوربيكس. بعد كده اتكلمنا عن بايو افيلابيلتي وقلنا دي النسبه من الدواء اللي بتوصل انتو السيستميك سيركوليشن وتبقى افيلابل تو ايه؟ هاز تو بي ديستريبيوتد تو ايه؟ وقلنا لو هو الدواء اتاخد انتروجينس هتبقى الفايل افيلابيلتي بتاعته 100%. اني اذر روت هيغير في ايه؟ في البايو افيلابيلتي. اتفقنا؟ فهل الدوز بيغير في البايو افيلابيلتي؟ يعني لو زودت الدوز البايو افيلابيلتي بتتغير؟ لا. ولكن حاجه مهمه قوي اللي بتغير في البايو افيلابيلتي الروت او ادمنستريشن. اتفقنا؟ طيب. قلنا البايو افيلابيلتي دي تو فاكتورز كبار قوي بيتحكموا فيها. الابزوربشن والفيرست باس ميتابوليزم. وقلنا كل ما هيزيد الابزوربشن هيزيد البايو افيلابيلتي، وكل ما هيزيد الفيرست باس ميتابوليزم هتقل البايو افيلابيلتي. الفيرست باس ميتابوليزم ده الميتابوليزم بتاع الدواء قبل ما يخش السيستميك سيركوليشن. ساعات بنسميه بري systemic elimination او metabolism معتمد على الروت. فلو انت خدت الدواء اورالي في احتمال يحصل له فيرست باس ميتابوليزم حتتين، يا في الانتستين في الميوكوزا اوف الانتستين يا اما في الليفر. المكان الطبيعي هو الهيباتيك elimination. معظم الادويه بتاعتنا بيحصل لها فيرست باس ميتابوليزم في الليفر، ولكن المهم بعض الادويه extensively metabolized في الليفر. فيرست باس ميتابوليزمها عالي قوي. فممكن تلاقي البايو افيلابيلتي بتاعتها واطي قوي. وده ساعات بيخلي بس خدوا بالك ده مش معناه انك ما تاخدش الدواء ايه؟ اورال، خد اورال بس اعرف انك تخش قليل. وعشان تدخل كتير لازم تاخد جرعه كبيره قوي. بتعمل لك مشاكل احتمال ما نعرفش. وساعات بنضطر نعمل ايه؟ لو احنا مستعجلين وعاوزين نرفع البايو افيلابيلتي بتاع الدواء نغير الروت. انا ما قلتلكش زود الجرعه، غير ايه؟ الروت. وبدل ما تاخده اورالي يا تاخده انجكشن انتروفينوس 100% انترا ماسكر اقل شويه سبكوتينيوس اقل شويه، بس كل دول انجكشن مش حلوين. فيفضل تاخده ايه؟ سب لينجوال سيلف ميديكيتد وتقدر تخش انتو السيستميك سيركوليشن جاوب بوينت 2 دايركت. لو سالناك وقلنا طب اخبار الريكتال روت بين البنين بين السبلينجوال الحلو قوي والاورال الوحش، لان الريكتال دي دبل بلاس سبلاي، جزء منه بيروح للبوتاتيك سيركوليشن او يعني البورتال سيركوليشن وجزء بيخش انتو سيستميك سيركوليشن. تمام؟ طيب وقلنا ممكن يحصل فيرست باس ميتابوليزم في اللنج لو الدواء اتاخد باي انهاليشن في الفورم اوف ايروسول. واشهر حاجه وبترجع لفورم النيكوتين بالنسبه للانتستاين والفيرست باس ميتابوليزم تعرفوا الكاتيكولامين والاستروجين. بالنسبه للهيباتيك فيرست باس ميتابوليزم اشهر دوائين يحصل لهم هناك ستنسي فيرست باس ميتابوليزم النيتروجليسرين مش كل النيتريت النيتروجليسرين بالذات اند بروبلان. اتفقنا؟ بعد كده عايزين نقول كلمتين صغيرين عن الفاكتورز افكتنج ابزوربشن اللي هم برضو يعني بطريقه اندايركت هيأثروا على ايه؟ على البايو افيلابيلتي. ايه الفاكتورز اللي بتأثر على الابزوربشن؟ في فاكتورز كتير قوي. وعمر ما هسألك في الامتحان السؤال تكتب كده فاكتورز افكتنج ابزوربشن. فاحنا عايزين نفهم الايتمز اللي موجوده. مش لازم تعرفها تكتبوا على بعض كوليكتيف. سم فاكتورز هي افكت الابسورب.
في الزواج. اولا في حد من نوبل مرة جاب قرص فوار وحط في مية. ايه اللي بيحصل؟ هو جاب القرص الفوار ده قرص فوار وحط في المية وابتدى يبص عليه ده هي مبسوط قوي ايه؟ بيدوب صح؟ وبيحتفل بيتحول انتو ببارتكل صغيرة صح؟ الوقت اللي بياخد الدواء عشان يتحول من شكله من الدوزج فورم بتاعته انتو ايه؟ انتو بارتكل صغيرة بيسموا الوقت ده الديسنتجريشن تايم. اتفقنا؟ بعد كده البارتكل شود بي سوليبل ان فلويد يبقى هتتحول بعد كده انتو مولكيول سوليبل ان فلويد خلاص. الوقت اللي خد البارتكل عشان يتحول انتو مولكيول سوليبل ان فلويد ريلايبل فور ابزوربشن بيسموه دي سوليوشن. احنا عندنا تو تايمز ايه هم؟ الديس انتجريشن والديس سولوشن تايم. الديس انتجريشن تايم تحميل ايه ايه؟ الفورم لبارتكل دوزيس فورم بتاع الدواء انتو بارتكل. الديس سولوشن تايم من بارتكلز انتو مولكيولز دايبه ان سولوشن. مفيش دواء مش دايب مش هيحصل يعني اي دواء مش دايب ما تتوقعش ما يحصل له ايه؟ ابزوربشن. اتفقنا؟ طيب هل في فاكتورز بتأثر على ديسنتجريشن تايم وديسولوشن تايم وبالتالي هتأثر على ابزوربشن؟ اه. خلي بالك انا لازم ابقى عامل حسابي ان التايم ده والتايم ده مظبوطين بالملي. ليه؟ انا عايز الدواء بتاعي هيحصل له ابزوربشن في الجيجينال يبقى لازم يوصل انتو مولكيول سولبل في الموتا في الجيجينال. انا عارف الوقت الطبيعي بتاع الحاجه اللي انت خدتها هتوصل انت بعد ايه؟ فمثلا انا عارف ان بعد ايه 90 دقيقه بس. يبقى لازم يبقى الديسولوشن الديسنتجريشن تايم دي سولوشن تايم وزي 90 دقيقه صح ولا لا؟ ولو ما حصلش كده مش هيحصل ابزورب. لو ما حصلش ابزورب هتقل الفاليو ابيليتي. ده كلام مهم قوي وعشان اقول لكم بقى ايه الفرق بين الادويه. الصراحه مفيش فرق بين الادويه وبعض. يقول لك يضحكوا علينا يقول لك اصل الادويه المصري مش محطوط فيها الاكتف سبستنس. الكلام ده غلط. بيحطوا الاكتف سبستنس بس انا معاهم بنفس الكميه ما يقدروش يقللوه ما يخشوا السجن ولكن طريقه التصنيع مختلفه. العربية الصيني زي العربية الألمانية. عربية لها أربع كاوتشات وكشافين وتركسون واحد. بس ده حاجة وده حاجة. الحاجات اللي بتأثر زي إيه؟ عشان تتخيل الموضوع. لو أنا تخيلت كده إن هما بيعملوا الدواء إزاي؟ رحت مصنع أدوية هتشوفوا بيعملوا إزاي؟ ليهم بيحطوا كده الدراج أكتف ويحطوا مادة تانية أو مواد تانية اسمها الإكسيديانتس. الإكسيديانت دي إضافات للدموع على الدواء لأسباب كتيرة مش هيعجبك. أسهل سبب من النوم النوم يخلوا للدواء حد. مش معقول أنا أجيب لك مثلا الديشوكسين الجرعة بتاعته 250 مايكرو جرام ربع ميلي جرام هتشوفها في الميكروسكوب سيادتك عشان تاخدها ولو وقعت منك بقى تقدر تقرا عليها نسبه جايه ما ينفعش. وعشان كده بيحطوا اضافات اكسيدنتس المفروض تبقى فارماكولوجيكالي اكتف ولا اناكتف؟ اناكتف. تحط لك دي تحط لك نيشر تحط لك سكر اي حاجه اي اضافات مع الدراج يخش بقى في الجهاز يعمل لهم ايه؟ ميكسنج. وبعد كده يخشوا جوه مكبس يكبسوا يعمل له كومبريشن بريشر ماشي ده لو قرص. وبقى ممكن اجلسه زي ما انا عاوز يا مدور يا مترول يا مربع يا اما مثلا عامل زي الهرم
في ده بقى في مصر حلو جدا علشان عاملين زي الارض اللي كان عاوز الدواء ده بتاع زي القلب ده الحلو ده طبعا ملوش علاقه خالص المكبس عمله زي القلب اتفقنا؟ طيب المكبس ده ليه كومبريشن ايه؟ بريشر طريقه التصنيع التكنيك بتاع الترفيسز الكومبريشن بريشر ممكن يفرق في الفايبرابيلتي واقول لكم على مثال مهم جدا كلنا نعرف الاسيتايل ساليسيليك اسيد ممكن تروح تشتروه من الاجزخانه ده مصري اسمه ريمو الريمو ده ليه هيستوري زمان قوي اول دي شركه اسكندريه بتطلعه فكانت جايبه الاسيتايل ساليسيليك اسيد بالجرعه الصح وبتحطه جوه قرص بس غالبا ها كان اللي لسه بقى المصنع جديد مش فاهمين فعاملين ايه بقى؟ مزودين الضغط عليه على الراس كومبريشن بريشر عالي فالقص زنق ناشف عشان يدوب يتحول انتو باركنز ياخد فتره طويله جدا غير طبيعيه فالعين ياخد القرص اورال في الاستومك قرص الانتستين مش عاوز يدوب وصل انتو ايه اللارج انتست برضه مش عاوز يدوب يستارت انه يدوب بقى في المجال اللي جاي تعمل البايو بيعمل فيه زيرو سيمبلي ان التكنيك بتاع التصنيع فقط فطبعا رحنا زعقنا لهم لانه اللي انتوا بتعملوه ده البايو بيعمل فيه بتاعتي ده بتاعتك وحشه قوي قالوا لنا ليه؟ قلنا لهم عشان ضاغطين على ايه؟ على الدواء جامد زي اي حاجه في مصر ضاغطين جامد مش قايلينه خليه يؤمر لانهم قايلينه قوي ولقينا فتره كده ان الريبو بيتباع الريبو بيتباع في ايه كده؟ في الورق كله اخضر كده مش زي بتاعت الأدوية بتاعتنا دلوقتي لكن كده ورقة كده طويلة كده غالبا الأسفل كده وتفكه وتقول إيه وتحت وكان رخيص لدرجة إنهم كانوا بيستخدموه بدل الفكة يعني دلوقتي في مثلا إيه كان في زمان كان اسمها في الماركت بنشتريه بس مش موجود يعني ولكن مثلا فاضل حاجة تقوم تجيب بدلها إيه؟ تجيب تجي أنت حديث الورقة بتاعت الأدوية عشان تاخد قرص أنت متوقع يطلع إيه؟ قرص تلاقيه بودرة ليه؟ مش ضاغطين فتضطر تسفه طعم وحش فتلفه برضه يزيله فسيبلي حاجة هلفة كده تكنيك أو وهو ده الفرق بقى بين الدواء الحلو والدواء لو هتروح تشتري بقى الأسبرين بتاع شركة باير الألماني هتلاقيهم ضاغطين احنا يعني بقى مزودين الضغط يا قليل الضغط نوع الإضافات دي بتاعنا يا ترى بقى مضروب ولا مش مضروب بتاع التنميم ولا كده يعني فاهمين قصدي؟ ولكن الاكتف سبستنس ما حدش بيلعب فيها عشان احنا مش بنعملها احنا بنجيبها من حته جاهزه ولازم تتحط صح. الديسولوشن تايم ده بيعتمد طبعا على الموليكولار ويت بتاع الدواء دي حاجه ما بتتغيرش طبعا وبيعتمد على اللايف فيليست كل ما الدواء بقى مور لايف فيليست بيتحول انتو موليكيولز اسرع اتفقنا ولكن الديسنتجريشن تايم ودي سولوشن تايم شود بي مظبوطه عشان الدواء يحصل له ابزوربشن فروم سنتر علاقه الدي تي اي اوف دراج والبي اتش ده مين هيتحكم في قد ايه الدواء لو بيفيل وقد ايه منه مش لايف بيفيل هيتحكم في الابزورب صح ولا لا دي كلها حاجات ليها علاقه بالدراج نفسه يعني الدوزج فورم بتاعته يا اما الدراج نفسه هل الجي اي تي ليه علاقه بالابسوربشن؟ اه طبعا دول امثله بس ممكن تلاقي الستومك مثلا هي اللي تاثر لك على البايو افيلابيلتي بتاعت الدواء ازاي؟ في عندنا دواء مشهور قوي اسمه غاليسرو مايس ده مضاد حيوي مشهور ومجموعه اسمها مجموعه الماكروليز الدواء ده عايزه ان جزء كبير قوي منه بيتكسر بالاتش سي ال طبيعي بيتكسر بالاتش سي ال فتتوقع لو انا اديته قرص عالي ها هتبقى الفايبر بالبيت بتاعته عالي جزء كبير قوي بيتكسر بالايه؟ بالاتش سي ال فعملوا ايه؟ جابوا القرص
وحطوا عليه كود ما يحصلوش disintegration وما يندوش الا في الانتستين عشان يبقى يباص الافكت او HCL. فلو انت هتروح تشتري اريثروميسين هتلاقي فيه اريثروميسين نص الكود مش كودد، وشركه ثانيه مطلعه اريثروميسين ايه كودد انتريك كودد. تتوقع مين البايو افيلابيلتي بتاعته عليه؟ الانتريك كودد. ساعات بيبقى موجود اكل في الاستومك بيأثر على البايو افيلابيلتي وبأذر دراج. من اشهر الحكايه دي لازم تكونوا تعرفوها الديري فود. فطبعا يعني بس لو اعرف يعني ايه ديري فود؟ ديري فود يعني منتجات الالبان زي اللبن والجبنه والحاجات، الحاجات دي كلها مليانه كالسيوم. وعندنا مضاد حيوي برضه بيكيليت الكالسيوم اسمه تترا سايكلين. التترا سايكلين بيكيليت الكالسيوم، بيلتحق مع الكالسيوم ويتحول لمركب نان ابزوربر. وعشان كده دايما كلنا بنقول العيانين لو جيناهم تترا سايكلين لو سمحت ما تشربش معاه لبن ولا تاكل معاه جبنه، ويفضل تاخده على المعده فاضيه عشان ما يكونش فيها اكل خالص. وتفهموا يعني ايه معده فاضيه. لازم تعرفوا معاني الاشياء. كله كله قبل الاكل صح؟ يوم الراجل جاي بيقص حاجته جنبه على الاكل. وواحد يقص وعملها وواحد مطلوب عليه. يقول لك ده ايه؟ عشان شويه كلام الاول كده عشان تبتدي يعني ايه اللي تشتغل. تقوم شارب شويه كلام بعد الفتره ساكن كده. صح ولا لا؟ فلازم تقول له مش فارق قبل الاكل ولا بعد الاكل. المهم اوي كل ده. يا قبل الاكل بساعه يا بعد الاكل بساعه. وهو ده الفرق بين الدكتور الشاطر وهم حافظين قبل لك بعد لك. هل الكلام ده بيحصل اكشوال دوكتورز؟ الكلام ده مصحصحين وعارفين العيانين بتوعنا كده. احنا نفسنا زي الدكتور. مش حابب العيانين مش مهمين. تمام؟ طيب. ممكن يبقى في عندنا دواء تاني مش اكل بقى. دواء تاني يتخانق مع دواء اولاني. فالدواء الاولاني الابزورشن بتاعه يتأثر. على سبيل المثال. هتلاقي بقى امثله كتير قوي للدراج انتر اكشن هناخد ان شاء الله. بس مثلا عندنا حاجه مشهوره قوي، عندنا مركبات انتاسيد. عارفين الانتاسيد؟ ادويه تسمى في علاج الحموضه، منهم مركبات الومنيوم او الومنيوم صوص. مركبات الومنيوم هي صح الاسم بتاعها الومنيوم او مكتوب عليها الومنيوم صوص. دي بتعمل ايه؟ بتمسك في الادويه التانيه. فلو سيادتك خدت الانتاسيد اللي فيه الومنيوم ده اهو بيعمل حركه غريبه جدا. لو تخيلت الالومنيوم مونيكيولز عامله كده بتقدر تجمع حاجات كتير قوي على السيرفس بتاعها. بيسموها بتوع الفيزيكس ايه؟ ادزورشن مش ادزورشن. ادزورشن بتاد حاجه على المونيكيول بتاع حاجه ثانيه. بيقاد ايه بقى؟ ادويه كتير جدا واشهرها دواء كلكم عارفينه اسمه ديجوكس. اتفقنا؟ فما ده ايه اللي ممكن ياثر على البايو افيلابيلتي والديجوكس؟ هتقول لي الانتاسيد اللي فيها الوم بالراجل. ايه اللي ممكن ياثر على البايو افيلابيلتي والتترا سايكلز؟ الديري فود. طب ايه اخبار الاريثرومايسين ايه؟ هتقول لي لو خدته مش انتريك كوتد جزء كبير قوي منه هيتكسر فين؟ الاستومك والبايو افيلابيلتي بتاعته الاورال. اتفقنا؟ هل في حاجات تانيه؟ طبعا الموتيليتي بتاعت السايت اوف ابزوربشن. واحنا كلنا عارفين ان معظم الدواء بتاعنا بيبقى ابزورب فين؟ فين؟ معظم الاماونت ابزورب في الانتستين، لان الانتستين السيرفيس اريا بتاعتها ايه؟ كبيره. وانا قلت الكلام ده المره اللي فاتت. طيب لو اي حاجه اثرت على الموتيليتي اوف ذا انتستين هتاثر على الابزوربشن؟ اه طبعا. وعندي حاجات ممكن تزود
الموتيلتي، في حاجات تقلل الموتيلتي اكتر من كده. قبل ما اقولهم لكم دول، حد يتوقع زياده الموتيلتي تعمل ايه في الابسوربشن؟ تقلله ليه؟ عشان تسرعه صح؟ فما بيلحقش يحصل له ابسوربشن. This is wisdom thinking. ده التفكير المنطقي. Wisdom thinking. لو انا قعدت في البيت كويس وقلت افكر هقول كلام. بس it's not scientific. مش كل الادوية لو زودت الموتيليتي الابسوربشن اللي جاي. مش كل الادوية. طبعا مش وقت المدرسة مين ومين دلوقتي، ولكن in general مش كل الأدوية لو زودت الموتيليتي هيقل الأفكار، ومش كل الأدوية لو قل الموتيليتي يزيد الأفكار. صح، الدورين زي حاجات كتير قوي، وعشان كده أنا عاوزكم تعرفوا إن الموتيليتي بتأثكت إيه؟ الأفكار، وهيأثر على البيولوجي. جاي زودها في أدوية تاخدوها لو خدت معاها دواء يزود الموتيليتي بتاعت الانتستين الابزوربشن بتاعه يزيد. تخيل انا ممكن تفهموها دلوقتي. زميلتك لو انا زودت الموتيليتي بتاعت الاستومك وانت رحت الدرس بمعاكس البايو ابيرمنت ممكن تزيد ولا لا؟ عارفين ليه؟ تزيد مش هيلحق يتكسر something like that. فهمنا؟ مش مهم التفاصيل، ولكن لازم تقولوا لي ان change in the motility بتاع الانتست affected the absorption. اي دواء يزود الموتيليتي بتاع الانتست يسموه برو-كاينيتك دراج. لو جبنا لك الـ MCQ البرو-كاينيتكس هتأفكت الـ absorption؟ هتأثر على الـ-availability؟ لو قلت لك بقى ان اول بروكاين او بروكاينيتك دراج بيزودوا الايه او بيقللوا الابزوربشن اوف دراجز، كده نقول كده لا تفهم. لما نيجي نسالك يعني ايه بروكاينيتكس الادويه اللي بتزود الموتيليتي، ايه اللي ممكن يقلل الموتيليتي؟ يعني مثلا كلنا عارفين المعلومات الرهيبه في الفيسيولوجي، الرهيبه طبعا كله بيسالك حاجه الفيسيولوجي كله في سنة أولى، كاردو فاسكولار في سنة أولى، شفتوا؟ هتشتغلوا لكم ازاي؟ اللي هي طبعا كلنا عارفين الأسيتايل كولين بيعمل إيه في الانتستين؟ كومبلكس أسيتايل كولين دي بتاعت حتى أسيتايل كولين بيشتغل على ريسبتور اسمه إيه؟ في الانتستين. مذكرين لكم الكوتين؟ مش مهم بقى تعرف ان هو ان سريع خلاص؟ حلو كويس والله الاستاذ دي مش عارف ان سريع بيزود الموتيليتي خلاص؟ وعشان كده لو انا اديتك دواء ضرب الان سريع هتقلل الموتيليتي. الاسيتايل كولين في سيستم اسمه الكولينرجيك سيستم. هتبقى الأدوية اللي بتضرب المسترينك اسمها أنتي كولينرجيك دراجز. الأنتي كولينرجيك دراجز زي ما زمان بقى الأتروبين، دول أدوية هيأثروا على الموتيليتي يقللوه عكس البروكاينيك وهيأثروا على الأبزوربشن. إزاي؟ الله أعلم. فاهم على الكلام ده؟ طيب. هو مش شرطين يعني؟ ده مسترينك. وده إيه؟ نيكوتين. طب مال مين ده؟ وإيه اللي نامي ده؟ عشان السنة اللي فاتت حد قال لي حاجة في حد زمان جاوبه اهو. الإن نيكوتينيك والإن مسبرينيك، الإن إيه بقى؟ مش نيكوتينيك مسبرينيك. مسبرينيك مختلف، لا طبعا نيكوتينيك في مكانه في المصري. وفي ومتقيله بقى طب الان ايه؟ قال لك نيكوتيني الان دي يعني نيورونال اللي هي يعني مصر بتقسيمها اكوردنج للسايت اللي موجود في الجسم.
stimulated by muscarin, stimulated by meat. تمام؟ عيان عنده مشكلة في الانتستين. عنده مرض جلوكوز اسمه عامل اسمه مال ابزورشن سيندروم. أكيد هيأثر على ابزورشن الأكل والأدوية. وبالتالي هيأثر على البايو ونفضل بقى نتكلم النهارده والسنة الجاية على فاكتورز افكتنج الابزورشن. اكزامبل بس الدوزج فور دي سنتجريشن تايم الدي سوليوشن اللايف انتريستي الاكسيدينس جايبنا معناها يعني ايه البي تي اي والبي اتش الموتيلتي وجود حاجة في الاستومك الدواء يعني في الاستومك بيتكسر ولا بيتكسرش ستيبل ولا مش ستيبل في فاكتورز كتير تمام؟ وعرفنا في بقى مشكلة لازم ناخد بالنا بقى يعني نتبنى منها شوية ان في سام دراجز بطبيعتها ان البايو افيلابيلتي بتاعتها تختلف فروم دوز فور للتاني فاهمين اقول ايه؟ المفروض المنطقي يبقى معظم الادويه بتاعتها خدتها راس اكنك بالظبط خدتها ايه؟ كبسولات خدتها شرب كله يبقى ليه نفس الايه؟ البايو افيلابيلتي ولكن في ادويه عندنا البايو افيلابيلتي هتفرق among the different dosage form واشهر دوايين فيهم الحركه دي الثيوفلين وده برونكو دايليتور بيفرق علاج البرونكيال ازمة ودواء تاني كلكم عارفينه اسمه فينيتاين دواء بيفرق علاج الابليبس طب هل ليه معنى ده شغلنا احنا في الدكاتره اه كتير قوي مننا بيروح لأرزخانة وبتاع أرزخانة يقول له ما عنديش أقراص تاخد كبسولات أو يقول لك ما عنديش أقراص وكبسولات تاخد شرب هو نفس النادي الأكتف بس ممكن تاخد شرب معظم الأدوية ما بتفرقش ولكن لو أنت بتاخد ثيوفلين هيفرق ولا لا؟ لازم أفهم العيان أنت بتاخد تابلتس امشي تاكل تاخد كبسولز امشي كبسول انك تغيير من واحد لواحد ممكن يغير البايوافيلابيلتي يقللها يزودها وبالذات الدوايين دول بنهتم باي تغيير في البلازما ليفل بتاعهم ليه؟ لان احنا كلنا عارفين الدوايين دول ليهم لو ثيرابيوتيك اتفقنا؟ It's not the مش كل الدراسة لا انا بحسبش البايو افيلابيلتي انترا فينا انا عارف انها 100% اصلا فما بحسبش ده هو الستاندرد بتاعي انا بحسب باي اذر اورال مختلف عن السبتوتينيوس مثلا but in the same time في اذر دراجز بتختلف بقى مش في الروج في الدوز سبور شكل الدواء مش الروج انت كله خدته اورال بس خدته التابلت ولا كبسول ولا دوشه فهمنا؟ طيب في تو ديفينيشنز عاوزين تعرفوا معناها حاجه اسمها بايو ايكويفالنس وحاجه اسمها ثيرابيوتيك ايكويفالنس ايه بقى البايو ايكويفالنس والثيرابيوتيك ايكويفالنس كلام سهل يعني معروف يعني بس بصوا خدوا بالكم لو انا رسمت لك كذب عن الكذب اللي ده بتاخد انترا فينوس ولا اورا صح النقطه دي اعلى كونسنتريشن بيسموها البيك ودي كونسنتريشن وده تايم حد يقدر يقول لي المسافه دي ايه المسافه اللي احتاجتها عشان اوصل تو البيك صح اعلى كونسنتريشن بتبقى موجوده في البيك قالوا ان لما يكون عندي دوايين اكس وواي ليهم the same value available and the same time to reach البيك يقول لك الدوائين دول bioequivalents اللي جانا يقول لي انت تقول على دوائين دول bioequivalents ليهم نفس bioequivalents ونفس time to reach لو لقيت دواء بقى عنده بايو افيلابيلتي ماشي هي ونفس
نفس التايم تو ريتش البيك هو هو يعني ده بايو ايه اكويفالنت. ولقيت كمان معاهم حاجتين تانيين ان الافيكاسي بتاع الدواء ده ذا سيم والتوكسيسيتي ذا سيم نسميها ثيرابيوتيك ايكويفالنس. ده ثيرابيوتيك ايكويفالنس زي ده. وبصراحه بقى شركات الادويه لكن اللي تنزلنا براند اثنين كتير المفروض يبقوا ثيرابيوتيك ايكويفالنس. الاوريجينال بتاعه ماشي الباقيين كلهم بيسموهم جينيريك صح ولا لا؟ خدت كلام في الفارماكو دايناميك الجينيريك دراجز دي كلهم دول مش الاصلي بس شوف دي ثيرابيوتيك ايكويفالنس. واللي جدع يقول لي بقى امتى تقول على الدواء ثيرابيوتيك ايكويفالنس نفس البايوبيلتي نفس التايم تو ريتش نفس الافيكاسي نفس تمام كده. احنا خلصنا الابزوربشن هنخش بقى في الفاكتور الثاني اللي هو الديستريبيوشن. بالمناسبه انا عاوز اعرف ايه اللي حضرتك في السؤال اللي جت في الامتحان في سؤال طلعت اشعه من عليها رجعنا لكي جي 1
زمان الكي جي 1 ها او سنه اولى ابتدائي قالوا لنا فزوره. الفزوره بتقول ايه؟ لو عندك كوبايتين لونهم اسود ما تقدرش تشوف اللي فيهم، بس كل كوبايه تحت كده فيها ويندو شفاف تعرف تشوف اللي جواها، وفي كوبايه مليانه ميه، في كوبايه فيها ميه ومليانه ماشي، تقدر تعرف مين الكوبايه اللي فيها ميه كتير ومين الكوبايه اللي فيها ميه قليله من غير ما نستعرض. كل بص بقى من فوق من كل الحركات دي. فقالوا لنا ايه عشان ما تفكروش كتير؟ قالوا لنا هات حبر وحط كميه حبر هنا قد ايه؟ هات مثلا 500 ملي جرام حبر وحط ميه هنا، حط ال 500 هنا و 500 هنا وبص على اليمين. لو لقيت اللون غامق تبقى الميه قليله. انت شفت الميه انت تخيلتها باللون. لو لقيت اللون فاتح تبقى الميه كتير، صح ولا لا؟ فقاموا قايلين لنا بعد كده على طول، هو اللون فاتح ولا غامق في الفيزيكس في ايه؟ كونسنتريشن. فقالوا لنا انا هاخد عينه من الويندو ده وعينه من الويندو ده. اللي جدع يقول لي انت ممكن تاخد عينه من ويتش بادي فلويد من البلاك من البلازما، وحسبت لي الكونسنتريشن بتاع الحبر في البلازما يعني في الويندو ده والكونسنتريشن في الحبر هنا، وانت واخد جرعه 500 ملي جرام والدواء بتاعك الحبر. انا عاوز احسب كميه الميه اللي هنا واللي هنا اللي فيها الحبر حصل له ديستريبيوشن، وهو ده الفوليوم اوف ديستريبيوشن. فلو قلت لك ان الكونسنتريشن هنا كان اللون فاتح فكانت الكونسنتريشن 5 ملي جرام برليتر، دي الكونسنتريشن بتتحسب كده، وهنا كانت 100 ملي جرام برليتر. والكلام لها فايده تبدا تحسب حجم الميه. والله انا ما كنتش انا كنت ادب. كان بيقولوا لنا ايه؟ بيقولوا لنا 5 ملي جرام برليتر يعني ايه؟ كل 5 ملي جرام موجود في ال 1 متر، يبقى ال 500 اللي انت خدتهم موجودين في قد ايه؟ كروس منطقه بتاعت ابتدائي تساوي 500 واحد على 5 100. تقول لي ده ايه ده؟ ملي جرام ولا لتر؟ كانوا بيقولوا لنا حاجه غبيه جدا. تقول لك بص انت على السجان تحت ايه؟ على السجان تحت اللتر ده 100 لتر، وال 100 لتر ده هو الفوليوم اوف ديستريبيوشن. اللي جاي يقول لي قسمت ايه على ايه؟ ها؟ الدوز على الكونسنتريشن ان بلازما، يطلع حاجه اسمها الفوليوم اوف ديستريبيوشن. التوتال دوز اللي انت خدته الحبر مقسوم على الكونسنتريشن ان بلازما. بس طبعا لو حد منهم ناصح مخه بقى ماتماتيك هيعرف ان احنا كنا حاطين هنا كونسامشن، حاطين افتراض. ايه هو الافتراض؟ ايه هو الافتراض اللي حاطينه؟ عشان كلامي يبقى ماتماتيكالي صح، ان الافتراض اللي انا حاطه الكونسامشن اللي انا حاطه ان الحبر ايكوالي ديستريبيوتد في كل حته. فلو خدت كونسنتريشن من البلازما هنا العينه دي هتمثل كونسنتريشن في اي حاجه ثانيه، صح؟ طب ايه رايك بقى لو كان حبر فقري، حبر مصري ولا بتاع بره، ولقيت الكارت تحت؟ ففي الحاله دي مثلا نزل لتحت اترص فاللون اغمق، صح ولا لا؟ جبت اللون اغمق تقول له الميه غريبه. في الحالة دي لو طلع لفوق هتلاقي اللون ايه؟ فاتح، صح ولا لا؟
فتقول اللون فاتح يعني الكونسنتريشن قليله صح؟ تبقى المايند يبقى ايه؟ كيدي وهي مش كتير ولا حاجه. فعشان يبقى الكلام اللي انا بقوله ماثيماتيكالي صح لازم احط افتراض بيقول ايه؟ ان الدواء بتاعنا بيحصل له ايكوال ديستريبيوشن في كل حته في جسمنا زي ما بيروح للبلازما. صح؟ يبقى متى اقول لك بقى what is the definition of volume distribution؟ تقول لي volume of biological fluid at which drug will be distributed. Eh? Its concentration in plasma equal to the concentration to other body fluids او equally distributed. شو انت؟ هقول لكم بقى على الفيروس. ان الـ equal distribution ده الفرد بسيادتك حطه عمره ما بيحصل في جسمك. فين ده؟ انا عندي بتاع ده الكونسومشن اللي حاطه ما بيحصلش. لا ما بيحصلش. فاللي جدع يقول لي الرقم اللي هيطلع ده من الفوليوم ديستريبيوت رقم حقيقي ولا خيالي؟ خيالي ابدا. لان انت حاطط فرد ما بيحصلش. فاهمني قصدي ولا لا؟ حلو. هتقول يعني الرقم ده مش صح ماثيماتيكالي؟ لا مش صح ولكن مش واقعي. مش بلاش مسألة يعني ازاي اللي انا في جسمي بيولوجي. ولكن اللي جاي يبص على المعادله يقول لي انت الفوليوم اوف ديستريبيوشن يبقى ان اكسبكتدلي هاي من ناحيه رياضيه. ده يزيد ايه؟ الكونسنتريشن في البلازما تاني. فلو حسبت الجي دي بتاع دواء وطلع 500 لتر وفي حد وزنه في حد في جسمه 500 لتر ده لازم يبقى وزنه 1100 طن. ده افيد ده ولا ايه؟ فما فيش. فالرقم ده خيالي صح؟ 500 يعني ده عالي قوي صح؟ اللي جدع يقول لي يبقى مين قليل قوي؟ الكونسنتريشن في البلازما قلت قوي صح؟ صح ولا لا؟ الحبر اتجمع فوق فخدت عينه لقيتها قليله وتخيلت الايه؟ الفلويد كتير. بس ده خلينا نعرف حاجه ان الحبر اتجمع فوق صح؟ يعني معناه ان الدواء بتاعنا التيشو ابتيك بتاعه عالي ولا واطي؟ عالي. ده سحبه كله انت ده تيشو وما خلاش فيه كونسنتريشن في البلاد بقت قليله قوي. جيت تحسب الفوليوم اوف ديستريبيوشن لقيته unexpectedly high. اللي جاي يقول لي اول حاجه نعرفها الفوليوم اوف ديستريبيوشن اللي هو مش واقعي. بيقول لك يدي لك ايديا اباوت تيشو ابتيك. وكل ما الفوليوم اوف ديستريبيوشن عالي يبقى التيشو ابتيك عالي. طب بذمتكم احنا مش عارفينكم قوي يعني بس بذمتكم ما يكون الفوليوم ديستريبيوشن عالي تشو ابتيك عالي اخبار البايندينج تو بلازما بروتين كلكم عارفين الادويه اللي بتنزل في البلازما بروتين هتبقى عاليه قليله جدا. ليه؟ لو كان هاي بايندينج تو بلازما بروتين كان قاعد في البلازما والكونسنتريشن عالي وده ما عليش. بذمتك ينفع الدواء اللي هاي فوليوم ديستريبيوشن انك لو حصل للدواء ده توكسيستي تاخد الدم بتاع العيان ده وتعمل له هيموداياليسيس. كلنا عارفين الهيموداياليسيس اللي هو غسيل الكلى. انك بتاخد الدم وتشيل منه الماده اللي انت عايز تشيلها. ما ينفعش. مش افكتيف. ليه؟ علشان هو مش موجود في الدم. ايه اللي خلاك تقول مش موجود في الدم وسحبت التيشو؟ ان الفوليوم ديستريبيوشن كبير قوي غير طبيعي. ده احنا كل اللي بنسيبنا 40 50 لتر. 500 ده كتير قوي. فمعنى ان الكونسنتريشن في البلازما قليله والدم هايلي ديستريبيوتد اكسترا في الفيش مش في البلازما. اللي جدع يقول لي بقى اهم فايدتين للفوليوم ديستريبيوشن. مش تقول لي ايديا اباوت ايشو ابتيك وتقول لي ايديا اباوت افكتفنس اوف هيموداياليسيز ان تريتمنت اوف توكسيستي اوف دراجز. لو قلت لك في عندي دايوريتيك كلكم عارفينه اسمه البروسيمايد ده اللازم
لو قلت لك ان الفوليوم ديستريبيوشن بتاعه 5 لتر تقول لي ده قليل صح؟ قليل. يبقى اللي جاب يعمل لي تيشو ابتيك عالي. لو العيان ده كان توكسيستم فروسن مايت اقدر اعمل له هيمو دايزيز؟ اقدر. اتفقنا؟ اخر حاجه ممكن نعرفها من الفوليوم ديستريبيوشن برضه نرجع لسنه اولى ابتدائي. المعادله دي تعرف تطلع لي الدوس لو انا عارف كميه الميه وعارف الكونسنتريشن طلع لي كميه انت لسه ملكه سمعت ازاي هدف الولاد بس بالقلم المصاص يبقى اللي جدع يقول لي الدوز ايكوال تو الفوليوم ديستريبيوشن مضروب الكونسنتريشن في الناس جبتها من فين؟ من المعادله المعادلة دي جبناها من تاني من سنة أولى ابتدائي دي آخر معادلة اشتغلتها عشان كل بعد ما كل ما اشرح حاجة بس هي جت من تاني المعادلة قلت لك عادي مش مهم هقول لك صح؟ السؤال في كونسنتريشن معينة في البلازما هناخدها كمان شوية اسمها الكونسنتريشن ات ستيدي ستيت ماشي؟ لو ضربتها في الفوليوم وفي الديستريبيوشن هيطلع دوز معين هناخده برضه بعد كده اسمه اللون بين دوز وفي معادله مشهوره قوي في الامتحان بتقول لك ان اللون بين دوز ها هيساوي الفوليوم ديستريبيوشن مضروب ان سي اس اس ايه بقى سي اس اس؟ انا هقول لك دلوقتي يبقى النص هيقول لي الفوليوم ديستريبيوشن ليه كام؟ ايوه كام؟ اثنين كبار ايه هم؟ يبقى ده بقى تشو ابتيك والعلاج التوكسيستي باي ديمو فاليد بس العلم ممكن يدي لك حاجات تانية بس مش اكيد في كل الادويه مثلا يقول لك بايندينج تو بلازما بروتين كل ما الفوليوم ديستريبيوشن عالي بلازما هاي بيتا هيقول لك الدواء ده لايكوفيليك ولا هيدروفيليك ليه؟ كل ما التيشو ابتيك عالي يعني الدواء بيروح بسرعه للتيشو هيبقى اكيد لايكوفيليك بيفكرك بس بصراحه الكلام ده ما نقدرش نقوله على كل الادويه. لو عرفنا الدواء بتاع اللي هاي فوليوم ديستريبيوشن ولايكوفيليك ممكن اتوقع انه بيحصل له اليمنيشن فين؟ في الليفر كلنا عارفين الادويه اللايكوفيليك اليمنيت باي ميتابوليزم كده. لو مش عاجب الكلام ده كله مش مهم، في حاجتين مهمين قوي عن ثلاث حاجات. ايه هما؟ تشو ابتيك، الهيمو دايلسيس وازاي تحسب اللودنج دوز، ده ايكوال تو الفوليوم ديستريبيوشن مضروبة ان ستيدي ستيت كونستنت تمام؟ طيب انا باجي اسالك واقول لك انا عاوز اشوف الدواء بتاعنا بيحصل له ديستريبيوشن صح؟ عاوز احسبها احسب قدره الدواء في الديستريبيوشن احسب ركزوا لو انا قلت لك عاوز احسب قد ايه من الدواء ابزورب هتقول لي احسب ايه؟ البايو افيلابيلتي بالبلدي يعني انا بقول لكم البايو افيلابيلتي كتول ها تو ميجر الابزوربشن لو قلت لك بقى عاوز اعرف الدواء ده اخبار الديستريبيوشن بتاعه ايه؟ هتقول لي احسب الفوليوم ولو لقيت الفوليوم ديستريبيوشن عالي يبقى ديستريبيوشن عالي صح؟ الفوليوم ديستريبيوشن واو فيه يبقى ديستريبيوشن صح ولا لا؟ فدي تول عشان اقيس بيها قدره الدواء فوق ديستريبيوشن بس ليها فوايد وكتبوا عليها ثلاث حاجات. هل يا ترى في فاكتور بيأثر على الديستريبيوشن؟ ايه اللي ممكن يأثر على الديستريبيوشن ويزوده او يقلله؟ ده كلام سهل قوي بقى. نمبر 1 البرفيوجر حد يعرف البرفيوجر؟ تعرف البرفيوجر ولا لا؟ ده أول فاكتور بيأثر على الديستريبيوشن يلا قول اللي هيعرف ده شاطر البرفيوجر يعني ما أعرفش بقى إيه البرفيوجر حلو كده هتجيب ايه؟ ها؟ هتجيب
الريفيو انا فاهم ان انا فاهم بس الريفيو دي ممكن تبقى شريفه كده. لا ده ديستريبيوشن. انت قربت قوي زمان في اقرب قوي. معاني الكلمات ميكس بيج ديفرنس ده دكتور شاطر ولا دكتور مش شاطر. لو قلت لك انا عندي اورجن كده واورجن كده ده بيروح للبلاد فلو قد ده البلاد فلو ده قد ده لو خدت حته من دي قد حته من دي خلينا نقول ايه حته من دي قد حته من دي دول تو اورجنز بيروح لهم نفس البلاد فلو لكن واحد حجمه كبير واحد حجمه صغير اللي جاب عيون دي بيروح له دم اكتر الحته دي ولا الحته دي دي انا خليك تقول ايه بالمخ بالفكره واللي انت قلته ده هو الفيرفيوجن والفيرفيوجن علاقه بين البلاد فلو والسايز اوف ذا اورجن وكل ما الفيرفيوجن زاد اللي احنا ممكن نعتبره مجازا للبلاد فلو كل ما يزيد هيزيد الديستريبيوشن الحاجه الثانيه الديفيوجن واللي جدع يقول لي الديفيوجن هي الباسيف ها ابزورب لو الدم اتحرك من بلاد تو بي ابزورب من التيشو ده اسمه ديستريبيوشن هيعتمد على ها اللايكوفيليست واللي جدع يقول لي اللايكوفيليست بتاعت الدواء كل ما زاد ها الديفيوجن هيزيد اسرع ليه؟ كل ما الدواء بقى لايكوفيليك هيبقى ايه؟ ان ايونايز كان كروس السيليبري فلو قلت لك اول فاكتور هيأثر بالديفيوجن والثاني الديفيوجن هتقول لي الديفيوجن هيتحكم في اللايكوفيليك صح؟ واللايكوفيليك هيتحكم فيها حاجتين البي كي والزازراج والبي اتش جميل طب ايه رايك انا لو قلت لك انا عندي دواء هاي ليسول تقدر تقول لي هاي ليسول تقدر تقول لي اخبار الفارماكوكاينتكس بتاعتي يعني اخبار الابزوربشن ايه؟ ديستريبيوشن ايه؟ الاليمينيشن ايه؟ كلنا عارفين الاليمينيشن حاجتين يا في الليفر باي ميتابوليز يا في الليفر اكسبشن ده سؤال ممكن يتحكم كتير قوي سهل ما يكون دواء هاي ليميت سوليد ايه الكاركترز بتاعته؟ ايه الفارماكوكاينيك الكاركترز بتاعته؟ هتقول الابزوربشن سريع والديستريبيوشن والفوليوم ديستريبيوشن كبار صح؟ اللي جدع يقول لي ده اخبار الاليمينيشن هنا بقى انتباه لو الاليمينيشن بيحصل في الليفر باي ميتابوليزم والدواء بتاعنا لايف وفيلك هيبقى ليه قدره ان الكروس السيل ميمبرين بتاع الهيباتوسايت يخش جوه الهيباتوسايت يلاقي الميتابولايزنج انزايمز فاللي جدع يقول لي اللايف وفيلك دراجز اللايف وفيلست العالي تخلي الميتابوليزم في الليفر ايه؟ عالي صح؟ طب تلفيني قليل عارفين ليه؟ فاكرين الرسمه دي؟ انا قلت لكم ان ادي الجلوميرولاس والبيري تيوبولار كابيلر ذمتك لو الدواء وصل للحته دي لايكوفيليك هيحصل له ري ابزوربشن عن طريق البيري تيوبولار كابيلر واللي هيبقى اكسكريتد ان يورين تو لايكوفيليك اللي جاي يعمل لي بقى الكاركترز فارماكوكاينيتك كاركترز اوف هايلي ليفد سوليد ابزوربشن سريع ديستريبيوشن دي دي كبار اليمينيشن في الليفر عالي في الكلى قليل قوي طب ليه عامل في الكلى قليل قوي؟ انه بيحصل له ري ديستريبيوشن انتو بيري اتفقنا؟ هل في فاكتور تاني ممكن تأثر على الديستريبيوشن غير كده؟ حاجة بنسميها البايندينج تو سبيسيفيك تيشو كونستيتيوس يعني ايه؟ حجم المعلومات الرهيبة في أي حاجة
يقول لي ايه الايودايد هايلي ديستريبيوتد في الثيرويد جلاند. هل اقدر افسر ان الايودايد بتاع الايودايد بتروح للثيرويد جلاند عشان الديفيوجن عالي عشان هي لايبوفيليك الديفيوجن عالي؟ في جزء في يعني فيش كونستيتوينت هنا هو اللي بيخلي الايودايد هايلي ديستريبيوتد جوه الثيرويد جلاند. الايودايد بامب دي بتسحب الايودايد من هنا وتدخله جوه الثيرويد جلاند اجينست كونسنتريشن ليفل. يبقى في فاكتور تاني هيبتدي ياثر على الديستريبيوشن اللي هو البايندنج ثرو سبيسيفيك تيشو كونستيتوينت. اللي جدع من معلوماته في الفارما يقول لي انت تتوقع لو خدت تترا سايكل هيروح هاي ديستريبيوتد في ايه؟ زي الجود البول ليه؟ عشان هو عاوز يمسك الكاس فهو يلف في الجسم كله صح؟ يروح حته لازم يبقاش كاس، يروح حته ثانيه لازم يبقاش كاس، يروح حته مليانه كانس هو ايه؟ يوم راكب وناس التنين في الكالس. لما قال لك ليه تترسات من هايلي ديستريبيوتد ان ذا بون هتقوم يعملوا الكالس هتاخده بعد كده اللي هو اسمه كلوروكين اللي هو مستخدم في علاج الملاريا هايلي ديستريبيوتد ان ذا ليفر عشان في الليفر في بروتين بيمسك فيه الكلوروكين. يبقى اللي جاي هيعمل لغايه دلوقتي في كام فاكتورز هيأثر على الريسبيوتد؟ diffusion, diffusion, binding to specific tissue constituents. كل ما هيزيد الـ diffusion والـ blood flow هيزيد الـ distribution. كل ما هيزيد الـ diffusion والـ lipophilicity هيزيد الـ distribution. كل ما tissue فيها specific tissue constituents can bind with the drug هيبقى الـ distribution بتاعه في المكان ده عادي. يعني انا بقول طيب اخر فاكتور ده مهم قوي بالنسبه لنا اللي هو البايندينج تو بلازما. كلنا نعرف ان البلازما بروتين عندنا انواع صح ولا لا؟ عارفين الكلام ده ولا لا؟ انا مش مهم قوي الكلام ده ولكن انا بالنسبه لي اهم حاجه الالبومين. ليه؟ لا افضل حاجه بيمسك فيها خلاص. طيب الامتحانات انا بحب دايما احلل ده البلاد وده ايه البلازما بروتين مركب عليه كراسي اسمها ايه القلب. سيادتك خدت دواء جرعه من دواء جزء مسك في مين؟ البلازما بروتين والجزء افرين. الاثنين دول ايه؟ ايكوليبريم. اللي جدع يقول لي مين الاكتف؟ قلت الكلام ده قبل كده الفري. مين اللي بيحصل له ديستريبيوشن؟ الفري. مين هيحصل له اليمينيشن؟ الفري. مين هيقل مع الوقت في البلاد؟ الفري. قال لك مال اللي ماسك في البلازما بروتين ده فايدته ايه؟ ستورز ريزرفوار فقط مخزن. كل ما ده يقل ده يطلع عشان يعلى. فعلا السؤال وده بقى كلام مهم جدا ما يكون عندي دواء هايلي باوند تو بلازما احضار ها الفارماكوكاينين استعملوا ايه؟ اسال يا بنتي لو عندي دواء تاني اعمل كده. مين من الادويه دي هاي باوند بلازما؟ دواء اللي فوق صح ليه؟ عشان معظم الجرعه باوند بتطير ليه. فبصراحه عشان تعرف دواء هاي باوند ولا مش هاي باوند ما بتبصش على البلازما بروتين. بص على الفيه فوق لو لقيته لاقي بهايلي باوند بلازما لو لقيت دواء في الكاركتر دي يعني هايلي باوند بلازما
اخبار الابزوربشن ايه، ديستريبيوشن ايه، الميتابوليزم ايه، والاكسكريشن. سيبوا واحده واحده. اللي جاي على الاولد بقى ده هو هايلي باوند بلازما بروتين والفري فورم صغير، هيبقى الابزوربشن بتاعه عالي سريع. اللي جاي ده من ايه ده؟ لا 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 لا، هل انا اقدر اقول عن الدواء ده اللي هايلي باوند بلازما بروتين فيلم؟ لا ما اقدرش. ولكن لازم تعرفوا حاجه، الجدع يقول لي اشهر طريقه فور ابزوربشن ايه؟ ديفيوجن. الديفيوجن ايه؟ كونسنتريشن جريدينت، فرق بين بره وجوه، صح؟ البره اللي انت بتاخده كل مره والجوه اللي موجود في البلاد. يا ترى بقى بيحسبوه على اللي موجود في البلاد الفري ولا الباوند؟ ولا التوتال على 3 4. يعني لو سيادتك بتاخد 100 مللي جرام، اول مره في حياتك تاخد 100 مللي جرام، جوه حاجه زيرو، اللي هنا في كونسنتريشن جريدينت ده ده فرق ال 100 والزيرو ده مين؟ هتلاقي احتمال ان ال 100 كلهم ده، صح؟ خلاص. ال 100 اللي دخلوا دول هيتقسموا نصين، مش لازم تاخد بعض، جزئين يعني. جزء ماسك في البلازما بروتين وجزء فري. ماشي؟ ذمتك لو 99% منهم ماسكوا وواحد فري، بقيت تاخد 100 جدال، هيبقى يو ار كيبنج ولا نوت كيبنج الكونسنتريشن جريدينت؟ كيبنج ليه؟ 100 وواحد، فرق جامد قوي. اما لو الدواء طلع فعلا 99% منه فري وواحد هو اللي ماسك، مفيش فرق بين 100 و 99. لما حد يسالك في الامتحان يقول لك كل ما الدواء بقى هايلي باوند تو بلازما بروتين الابزوربشن هيجرى له ايه؟ هيزيد. انك انت بتكيب كونسنتريشن جريدينت بين اللي بره اللي بتاخده كل مره واللي جوه الفري. تمام ولا لا؟ طيب اخبار الديستريبيوشن ايه؟ ها؟ ما يكون الدواء هاي باوند تو بلازما بروتين، هتقول لي الديستريبيوشن هيبقى قليل. واللي جاب يقول لي ليه؟ علشان هو اللي بيحصل له ديستريبيوشن الفري فور. فلو هو واحدة بس بره و100 جوه هيفضل واحدة واحدة يحصل لها ديستريبيوشن. واحدة والثانية والثالثة مش هنهمل. لما يكون الدواء هايلي باوند تو بلازما بروتين والفري فورم قليل هيبقى الديستريبيوشن بتاعه قليل. وهتتوقع الفوليوم والديستريبيوشن كبير ولا قليل؟ قليل. نيجي بقى على الاليمينيشن. ويبقى اتز ميتابوليزم اور اكسكريشن. يا ترى يا هل ترى هو مين اللي بيحصل له اليمينيشن؟ الفري ولا الباوند؟ فري. طالما الفري صغير هيبقى الاليمينيشن كلنا، صح ولا لا؟ انت عارف الراجل ده اللي عنده 100 قاعدين فين؟ عارف لازم يكون واحده فري بالظبط زيك، ما حد يدي لك 100 جنيه ويقول لك ادي 100 جنيه ده الاسبونس بتاعك، اصرف جنيه في اليوم. الفري فورم بتاعك ده اسمه جنيه، هتخلص من 100 جنيه في 100 يوم. ايه رايك بقى واحد يقول لك انت عندك ماكس 100 جنيه بس الفري 50 جنيه؟ هما اليومين هتلاقي 100 جنيه اللي بيجيبوا، معلش موجوده. سو كل ما الدواء بقى هايلي باوند تو بلازما بروتين الاليمينيشن هيبقى قليل. وتضرب حاجه ما اعرفش تعرفوها ولا لا، حاجه بيسموها تي هاف. عارفين تي هاف؟ بالبلدي هي ايه؟ لو عاوز اجيب علاقه بين التايم والكونسنتريشن في البلازما،
وقلت لك في كيرف ماشي كده اذا انت في الكره ولا انت في الترابيز. هنا الكونسنتريشن العاليه مثلا وهنا نص الكونسنتريشن كده. ايه الوقت اللي خده عشان الكونسنتريشن تقل من هنا لهنا؟ النص. هي دي ايه؟ التي هاف. دي انا اشرحها لك بعد كده بالتفصيل. اللي جدع يقول لي التي هاف في الحاله دي الوقت اللي هياخد الدواء عشان الكونسنتريشن بتاعته في البلازما تقل من النص. لو كان الدواء بتاعنا هايلي باوند تو بلازما بروتين والاليمينيشن قليل، الوقت ده طويل ولا طويل جدا؟ فترة طويلة قوي عبال ما تصرف ايه؟ ال 100 جنيه بتوعك انت تصرفهم جنيه جنيه. اتفقنا؟ يبقى اللي ناقص يقول لي بقى ايه هي دي مهمة قوي؟ ايه الكاركتر بتاعت دواء هايلي باوند تو بلازما؟ ابزوربشن سريع، ديستريبيوشن قليل، فوليوم ديستريبيوشن قليل، اليمينيشن قليل، ولونج تي ار. فاضل فاكتور واحد بس من خمس فاينل في اللاتر روتين، بس الفاكتور ده مهم جدا. هو دراج انتر اكشن على الليفل اللاتر روتين. انا هنعمل سريع خمس دقايق. سريع خمس دقايق نكمل. ده بلازما بروتين وده ايه؟ بلازما بروتين ده. ماشي؟ طيب ده الدواء بتاعنا عامل كده. الدواء الثاني عامل كده. مين الفري فورم لو هو ده اكس؟ ده واي. مين الفري فورم بتاع اكس؟ فري فورم واي صح؟ طيب او سهل، مين من الادويه دي هايلي باوند تو بلازما بروتين؟ اكس. ايه اللي خلاك تقول ان الدواء هايلي باوند تو بلازما بروتين اكس؟ ان الفري بتاعه صغير، فالجرعه اللي انت بتعالج بيها كلها باوند والفري صغير. ماشي؟ طيب لو قلت لك بقى سؤال تاني، مين فيهم ليه هاي افينيتي تو باين تو بلازما بروتين؟ مش هاي باوند، احنا قلنا ليه هاي باوند؟ ليه هاي افينيتي تو باين تو بلازما بروتين؟ يعني انتوا بتتفقوا على حاجه بس يعني تقدر تعرف ان الرسمه دي ليه ليها هاي افينيتي؟ فهتقول يا عم الافينيتي دي ها قوتها طبعاً وما بتبانش القوه لو قارنت بحد لازم عشان تعرف الافينيتي ده في حاجه في الدنيا لازم تقارنه بحاجه ثانيه صح ولا لا؟ فلو انا عندي دوايين بقى كده دوايين عاوزين يقعدوا على نفس الكرسي ده اللي هيقعد اللي هيقدر يقعد هو اللي هاي افينيتي. وغالبا الهاي افينيتي الادويه الهاي افينيتي بنعرفها من زي سميرت بتقول فروم ذا كيميكال ستراكشر اوف ذا دراج. زي بالظبط ما تمشي انت في الشارع كده وتلاقي واحد عامل ايه؟ مجالس كده وعضلات منفوخ كده. ها؟ واحد غريب قوي بيقول هاي افينيتي. هتلاقي مين اللي هتتكلم لو اتكلم مع بعض اكيد ده لسه. صح ولا لا؟ الا بقى لو صغير كده ده قصه ثانيه. ولكن لو اتخانقوا مع بعض على فكره ده بالمنظر صح؟ فاحنا جينا نتفرج على مناظر الادويه بتاعتنا لان بقى اللي عاملين بتبقى افضليات المنظرس وعضلات كده وبتاع دول مجموعتين من الادويه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي الاسبرين والميزازين والحاجات دي والسالكوما دول بقى يخشوا على اي بلازما بروتين ياكلوا. لو راحوا لقوا حد قاعد على الالبومين يعني تخيل مثلا انت راجل بتدواء اكس او واي وخدت معاه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج يحصل ايه؟ ده قاعد امام الله دخل عليه الدواء الثاني اللي انت خدته بعديه صح؟ ده عاوز يقعد هنا والتاني قاعد فالنون ستيرويدال هتخش عليه دول لو سمحت تقول بتقول لي مين؟ ليه؟ فاكس بصوا كده
واخف سبعي بس يعني ايه صعب عليه فعلا قال لها مش قايل الان النبي السويدي قالت له احسن لا مش قايل قام مين بقى الانان السترويد ده لبسته من اهل وشايله ورميه بره وقعد مكانه معايا اللي جدع يقول لي مين ديسبليس مين النان سترويد ديسبليس اكس صح الهاي اكتيفيتي دراج كان ديسبليس مين اللو اكتيفيتي دراج كومبايننج تو بلازما تو صح ايه رايك لو النان سترويد برضه دخلوا على ده قول يا ابني لا مش قايل الخناقه الازليه ام زائد واحد من ده وقاعد مكانه وواحد طلع زياده بدل زياده بدل زياده صح طيب اللي جدع يقول لي مصيبه تحصل وتوكسيستي تحصل ومشاكل تحصل لو اللي اتزق اكس ولا الله عايزين اقول ايه هو الانس النايسترويدال ده هاي افينيتي داخل على جوين وزق الجوين علشان الزق ده يعمل مشاكل وطبعا اكيد طالما الفري فورم زادت ده معناها ايه ده معناها ان ها طالما الفري فورم زاد معناها ان الايفكت بتاعك هزيد لان مين هو الاكتف بارت اوف ذا دراج الفري اللي جاب يقول الايفكت هزيد قوي في اكس اختلف في ناس بيقول واي في ناس بيقول اكس اللي يقول يقول لي مين بيقول على واي يقول ماشي حلو انت بتجاوب على نفسك انا وريني كبير 50 صح بقيت 51 فرق اكس بقى شغال بواحد بقى اثنين انا زودت الافكت بتاعي صح اما اللي بره ده كان شغال ب 50 جاله واحد تاني بقى 51 ولا الهوا ولا فرق صح يبقى اللي جدع يقول لي مين بيزق مين المهم ايه مين بيزق مين الهاي افينيتي بيديسبليس اللو افينيتي دراج كومبايننج تو بلازما جروب اللي جدع يقول لي الفري فورم بتاع مين يزيد ها الفري فورم يزيد بتاع اللو افينيتي ولا الهاي افينيتي اللو افينيتي فيري جود اللو افينيتي دراجز بقى انت تعمل توكسيسيتي انت لو انت لو افينيتي دراج لو زقت تعمل توكسيسيتي لو كانت هايلي باوند تو لازم اكتر من 90% من الجرعه باوند تو لازم بروتين والفري فورم ايه صغير طب اللي جاي هيقول لي يعني ايه قليل بتاعك طالما الهواء ده هاي ريفانت ولازم تديه فري فورم صغير يبقى ايه صغير؟ يكون صغير يبقى ايه؟ الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه ها قليل اقول كده دي حته مهمه جدا في قانون لازم كلنا نعرفه بتقول ايه؟ الهاي افينيتي دراج بتديسبليس مين؟ اللو افينيتي دراج كومبايننج تو بلازما بروتين ده يؤدي الى زياده فيه الفري فورم او لو افينيتي خلاص انت بقى الفري فورم او لو افينيتي لو زاد يعمل توكسيسيتي وسايد افكت لازم في هنا فاكتور الدواء ده كان هايلي باوند أكثر من 90% باوند يعني ليه لو فوليوم او ديستريبيوشن مفهوم يعني لازم يبقى في تو كاركترز موجوده في الدواء اللي هيتزق عشان يبقى ليه الخطوه
ان يكون هاي ليفر بلازما بروتين وفري فورم صغير حتى 90% او البولز اللي بتاع قليل. طيب عندي مجموعتين من الادويه كلكم عارفينها، اورال اي انتي كواجولانت والاورال هايبوجلايسيميك. الاورال انتي كواجولانت ده كلنا عارفينه اسمه وارفرين. الوارفرين ده في العينين اللي ليه له ايه؟ افينيتي فبيتزق وهايلي باوند تو بلازما بروتين، فلو اتزق هيبقى خطر. القصه بتحصل لك ازاي؟ واحد يديله الوارفرين اند انتي كواجولانت عشان جاله في رجليه جلطه ديب فينس ثرومبوز، ومشي على الوارفرين قرص واحد في اليوم، وهتعرفوا بعد كده نعرف الجرعه دي مظبوطه ولا لا، بنقيس حاجه اسمها البروترومبين تايم، ولقينا البروترومبين تايم بتاعه مظبوط وكل حاجه زي الفل وماشي ليه السنه عادي. راح لدكتور الاسنان عشان سنانه بتوجعه وعنده بين، قال نديله ايه؟ نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج عشان عنده بين. دكتور الاسنان ما سالوش على حاجه، اللي جاب قال لي هيحصل ايه للمريض ده بعد كده؟ هيجيله بليدنج تندنسي وتلاقي اسنانه بتفر الدم لوحدها ومناخيره بتفر الدم لوحدها، وتحت الجلد في بطرش بني كده نتيجه الجزيف تحت الجلد. ايه اللي حصل؟ هو الراجل زود الجرعه؟ لا ما زودش. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان النان ستيرويد اللي انت خدتهم از انالجيسيك دول هيأفنت. ديسميس لي الوارفرين ده له أفنت. فالفري فورم بتاع الوارفرين زاد. ليه يعمل توكسيستي؟ عشان هو اوريدي هايلي باوند تو بلازما. واي ماينور تشينج في البلازما كونسنتريشن الفري هتبقى فيري افكتيف. ده انا شغال بواحد بقيت اثنين. فرزمتك بقى هو كل اللي بيزق خطر؟ كل الكلام ده ليه في الام سي كيو. All drugs displaced may reduce significant toxicity. لا طبعا، عشان اللي يتزاق يبقى خطر should be highly bound to بلازما بروتين ومتشعلق في بلازما بروتين. لو واحد لو نزلت واحد تاني مع الفري صغير الافكت بتاعه هيزيد جدا. واكثر دوايين فيهم الحركه دول انهم لو افتنت وهايلي باوند هم الاورال اكتف اجمنت والاورال هايبو لايسنس. معايا؟ طيب ساعات كان واحد في العيان عنده نمونيا، عارفين نمونيا؟ نمونيا جاله التهاب رئوي، في بكتيريا رحمه كده اسمها النيموكوكاي عمليه النمونيا، ماشي؟ طيب عنده بالهبل نيموكوكاي عاوز اديله مضاد حيوي، تحب تديله مضاد حيوي، طبعا انت اكيد عاوز تموت البكتيريا كلها مره واحده، صح؟ ليه؟ لحد ما بقيت تكسر بحاجه، عشان لو انا مش البكتيريا كلها ماتت مره واحده اللي هيموت هيبقى ضعيف، صح ولا لا؟ واللي مش هيموت هو الاقوى، صح؟ هتلاقي بعد ساعتين مين بيتكاثر؟ الاقوى. وبعد خمس ست ساعات هتلاقي كل اللي عندك البكتيريا القويه، الانتيبيوتيك مش هيقدر عليها. فعشان كده في السيريس انفكشن بحب اخش واخلص على طول. اخش واخلص ازاي؟ هدي انتي بايوتيك، صح؟ هايلي باوند تو بلازما بروتين ولا نوت هايلي باوند تو بلازما بروتين؟ ها؟ عشان يموت البكتيريا كلها مره واحده. عشان ما يسيبش ولا صغير ولا كبير. عشان ما يحصلش سيلكتيفيتي في القوي اللي تتكاثر. تحب تاخد دواء هايلي ولا نوت هايلي؟ نون هايلي باوند تو بلازما بروتين والفري فورم بتاعه كبير. معايا؟ كلنا عارفين الفري فورم كل الكبير ده هو اللي اكتف. فانا عندي بقى 100 واحد 100 مولكيول من الدواء اكتف هيخشوا على البكتيريا يجيبوهم اربعه. السؤال ده جه السنه اللي فاتت الامتحان كده وزنتكم على الفراغ ومش قال لنا ايه؟ دراجز هايلي باوند تو بلازما بروتين not effective in treatment of serious
in addiction. دي معلومة صح ولا غلط؟ أو السؤال تاني. Drugs highly bound to plasma protein أو antibacterial drugs highly bound to plasma protein is not effective in treatment of serious infection. دي معلومة صح ليه؟ عشان يكون الدواء بتاع antibiotic highly bound to plasma protein free form بتاعه صغير فمش هيقدر على مين؟ على كل البكتيريا فينتج عنه ان اللي بيموت الضعيف واللي السلكتيف مش نايم قوي بعد شويه القوي يكتر ويكون مشكله كبيره قوي. في الاخر مره عيان جاله نمونيا جاله من انجايتس ها جاله حاجه من الانفكشن الخطر دي تحب تستخدم دواء هايلي ولا نوت هايلي باند نوت هايلي باند تو لازم. لو انا سالتك بقى وقلت لك عندي دواء هايلي باوند تو بلازما بروتين ايه الكاركترز اللي تعرفها للدواء هايلي باوند تو بلازما ابسوربشن سريع ديستريبيوشن قليل فوليوم ديستريبيوشن قليل اليمينيشن قليل ابسوربشن بس هو العادي هما الاليمينيشن تقل في هاف ايه في زيرو ولو الدواء ده كان هايلي باوند تو بلازما بروتين ولو افينيتي لو اتزق في بلازما بروتين ممكن يعمل توكسيس ولو الدواء الهايلي باوند تو بلازما بروتين ده كان انتي بكتيريا دراج مش هينفع في علاج السيريس انفكشن هذا الصم بيستين كويس جدا الفايتامين تو بلازما بروتين كده عادي زي ما بعالج اي دواء انفكت هو الدواء ده ما يتزق ان البلازما بروتين هيبقى خطر قوي ليه؟ ان اي كميه تتزق بتضاعف الايفكت بتاعه انا شغال بالموليكيول واحده اتزقت واحده كمان بقينا الضعف في الاكشن فلو كنت الاكشن بتاعي في اقل من الضغط 20 اللي هو 40 ولكن لو انا شغال ب 50 فيه وبقى لي ضغط 20 من 50 كيلو لو بقيت 51 فرق ايه دي فرق بس دي كده كده دي توكسيستي دي توكسيستي علاج هي القصه ايه ده؟ لا انا ما بقولش حاجه مش عليك انا بقول لكم دي السيريس كده علاج المستشفى دي كومبلكس القصه فعلا بعد ما كده خلصنا هتلاقي في موضوع هندوسه بسرعه اللي هو الباسج اوف ذا دراج اكروس كومبارتمنتس احنا حاطينها في موضعين صغيرين هنقوله بسرعه كده في حاجات معينه هي المهمه فيها مش كل حاجه مهمه
الايونايز ولا النون ايونايز؟ ها؟ النون ايونايز. البولر ولا النون بولر؟ النون بولر. طب NH3 ولا NH4؟ شوف والله لو اعرف الفرق ما كنتش حاجه. لا عادي مين؟ NH3 صح. فيري جود. ليه؟ فيري جود عشان ال NH4 ايونايز. وايه ال NH4 ده؟ لا ما تحفظنيش. ال NH3 هي ايه؟ امونيوم. ال NH4 امونيوم ايون. نيتروجين عليه 4 بونت، 1 بونت و 10. الكلام ده مهم جدا، عارفين ليه؟ الـ NH4 ما بتعديش البرين، الـ NH3 بتعدي البرين. واللي جدع يقول لي امتى الـ NH3 والـ NH4 بيعلوا في البلاد؟ تمام؟ بيرجو في الليفر بايظ، مش قادر يتعامل مع الأمونيا. فالـ NH3 والـ NH4 عالي في البلاد. اللي جدع يقول لي انت هتخاف من مين؟ الـ NH3. اشمعنى؟ هتعدي البلاد برين بارير وتعمل العيان كوم ان كيتالوجر. فاللي جدع بقى في الفارما الاوردي ده، واحد الليفر بتاعه بايظ، تحب تحول الـ NH3 لـ NH4 ولا العكس؟ تحول الـ NH3 لـ NH4 عشان ما تعديش. يعني عاوز تضيف عليه ايه؟ اتش الشاي. اسمه شاي اتش. تضيف ازاي يعني؟ دي شوية اتش كلهم انتوا نقطة بقى. انا عاوز احول ال NH3 ل NH4 من حاجة نون ايونايز ايونايز. Very good.
حاجة بيسموها الكيمو ريسبتور تريجرز. ده سنتر بتاع البوميتنج، مش البوميتنج ده بره البلاد برين بارير، مش بره البلاد برين بارير يعني العين طالع له السي تي سيل هنا السي تي سيل هنا، لا حواليها البلاين سيلز. ده مش ايه تايت جانكشن، وده حقيقه تكريم في الادرينرجيك. هيقول لك الدوبامين بيعمل ترجيع، هتقول له ايه؟ هتقول له لا ما بيعملش. ليه؟ يقول لك عشان ما بيعديش البلاد برين بارير. غلط. قلت له خلاص بيعدي برضه غلط. هو مع انه ما بيعديش ولكن بيعمل بومبنج عشان يقدر يشتغل على السي تي زد، ويتش از ما عليهاش بلاد برين بارير سيلز فيها، ما فيش تايم جاكشن. طب انا بدي ليه اصلا؟ بدي الدوبامين ليه؟ هتعرف ما تستعجليش، كل حاجه في الفرمة تخلص. الدوبامين بيساعدك في علاج الهارت فيلر. تمام؟ طيب. خلصنا الحته دي؟ في نوع كلنا عارفين اسمه بنسيليا. البنسيليا ما بيعديش البلاد برين بارير بس بيعدي في حاله واحده. لو حصل انفلاميشن في البلاد برين بارير. وكلكم عارفين الانفلاميشن في البلاد برين بارير اسمه مينانجايتس. فلو سألوكم في الامتحان هقول لكم البنسيليا ينفع في المينانجايتس؟ هصححهولي اللي حطوه في الاي سي كيو. البنسيليا اللي ينفع في المينانجايتس وفيها البنسيليا اللي بيعدي ولا ما بيعديش. لا حول ولا قوة. البنسيليا اللي بيعدي ولا ما بيعديش ولكن بيعدي في حالة واحدة لو في انفلاميشن. في مينانجايتس هو كمان كروس البلاد برين بارير طبيعي يخش الكميه بسيطه جدا ما لهاش اي تاثير فارماكولوجي، ولكن ديورنج مينانجايتس يقدر يعدي ويزيد فكره العلاج. معايا؟ طيب الدواء ممكن يكروس البلاسينتا ويوصل انتو الفيتس. اللي جاب يقول لو عندي دواء بيكروس البلاسينتا ويوصل للفيتس يبقى ايه؟ ما اقدرش اقول عليه انه استراتيجيك، صح ولا لا؟ ولكن هيأثر على الفيت، ممكن يأثر عليه باثولوجيكال، ممكن يأثر عليه امبريولوجيكال. هتقولي انا المشكلة ما اعرفش الفرق بين امبريولوجيكال وباثولوجيكال، لو اعرف مش هفهم عليه. عارفين الفرق؟ البيولوجيكال يعني الاورجان بيتكون باص تكوين، اما باثولوجيكال يعني الاورجان بعد ما اتكون باص. معاني اشياء مهمه جدا، فاهمين؟ فاللي جدع يقول لي بقى التراتوجينيسيتي دي ايه؟ دي البيولوجيكال بروبلم ولا باثولوجيكال؟ البيولوجيكال انت لازم تحصل في اول ثلاث شهور في الحمل، هي فرق ايه؟ الديفلوبمنت والتكوين الفيتس. زي مثلا كلكم خدتوا في الفارماكو دايناميك عندنا ادويه كتير قوي تراتوجينيك ممنوعه في البريجنسي، زي التاليدومايد زي الفوكوميليا، زي التترا سايكل اللي بيبوظ السنان، زي الكيميتوين اللي بيعمل كليفت بلد، صح؟ والانتي تيرويد دراجز اللي بيعملوا في تال جويد دي كلها عندهم الكينيتوين اللي بيعمل كليفت بلد، عارفينه؟ ده بيكون. طب حلو، هل بقى كل الادويه اللي هتعدي البلاسينتا ممكن تبقى تراتوجينيك؟ لا، ممكن تعمل تشينجز في البيت بس مش خطر. زي مين؟ انا عاوز تعرف واحد بس. طبعا الاورال هايبوجلاسيميك لو بتاخده يعمل فيه بس ايه؟ هايبوغلايسين دي حاجه تراتوجينيك؟ لا. انت عارفين اللي عنده هايبوغلايسين الواد اللي يحصل له ايه؟ عارفين كده؟ الهايبوغلايسينيا الواد ينزل بيج بيج ستة كيلو في صغير ما فيهوش عيوب زي الجولد 100 بس الكبير ده ممكن ما ينزلش عادي، فنضطر نعمل ايه؟ سيزيريا. المورفين لازم تعرفوا حته المورفين دي، ساعات الامهات بتضطر بيها ايه؟ لا ما بنعملش دلوقتي كده،
ولكن كانوا زمان بيعملوا ايه؟ الست تولد تقوم رقع بالصوت. البنت تسكت. مفيش طبعا عندنا في الدبلوماسيه هنا اول هي اوتوماتيك عارفه اول ما تخش المستشفى لازم تلعب بالصوت. يعني عشان الناس تتلم ويبتدوا بقى يتولدوا هي مش حاسه بكده ولا حاجه. فاول ما بتزعق لها تسكت. اما ساعات بقى يعني رايح انت بقى ست رايحه الدكتور يعني خاص يعني وبتقول له بقى ايه انا مش عاوز اولد بالالم عاوز ولادة بدون الم فلوس يعني لا مش عاوز اولد بالالم في حاجه طبعا محدود عارف كده المايكروس اوكسايد ده ليه حاجه محدوده ولكن كان زمان بيعملوا مصيبه بيدوا مورفين الست تاخد مورفين من هنا مفيش بينه تاني من هنا هي زي الفل بس ايه اللي يحصل؟ لا 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 ما بيأثرش على الكونتراكشن بتاع جسم المورفين المورفين عملها دماغ بعلاج بين كده زي الفل ولكن عدى بلاسنتا وراح للفيتس يا عيني الفيتس صغير والمورفين بقيت بالقلم مش هينزل ادك يعني كده لا طبعا امال هينزل فين؟ المورفين اللي كميته كبيره الام واخداها ده وصل للبيبي غلبان قد كده اهو بيضرب له الريسبيراتوري سنتر المورفين بيضرب الريسبيراتوري سنتر هتقولي ما هو الوجه ده بيتنفس انا عارف ان ولكن الواد ده هيتولد صح؟ وبعد ما بيتولد يمسكوه من رجليه ويحملوا دماغه تحت ويديله على قفاه اول قفاه بيحطوه على ظهره ظهره فيه سنسور النيرف اندنج بتبعت امبلس للريسبيراتوري سنتر فيستارت تو اكت فيبعت امبلس للنم تتفتح توجعه ويعيط ترميه انت على طول اول راجل عيط حد يقول خلاص كده عايش ايه اللي يحصل بقى في ام خدت مورفين الواد لازم اول ما ينزل بقى المفروض هو التنفس يبتدي صح؟ الدكتور عايز يبيع على ما بيردش ما بيردش يحطه في ميه ساقعه ما بيردش ابتدى الواد يزرق الواد مش قادر تو ستارت ريسبيريشن ريسبيراتوري سنتر بتاع الطلب صح؟ الواد جاله اسفيكسيا نيو نيتال اسفيكسيا ساعات يكلكعوها ويسموها اسفيكسيا ريناتورال ما هي هي نيو نيتال اسفيكسيا طبعا اشوفوها في الامتياز كتير قوي هتلاقي في ناس بقى دكاتره هم بتوع الامتياز اللي على قدهم لسه يبقى نجوم حامي قوي يعني بشوف قوي الفيلم الصغير اسراء تعمل ايه؟ ها؟ تلاقي لسه مش فاهم حاجه بقى ها؟ والله كاني جاري عليه الصورات المستشير اكيد اولا ما خدش جواب جواب اسهل يا شيخ انا خايف ان هو حاطه يحط له ايه؟ بيحط له الماسك مين بقى بيجيبه من الافات؟ النهايه اللي بتكون انت اللي بتعمله والله زهقت من الكيلوتروجين صح؟ هو بيعرف يتنفس الكيلوتروجين ايه؟ هو بيتنفس فهي قصده ولا لا؟ فما حدش يقول الاسفكس انا الدوره من عليك ان يديله اكسجين لا طبعا ما نعمل له يديله حقنه انتوا خدتوه ده انتوا ما خدتوش دواء انا متاكد ان الام واخده مورفين اثر على البيبي بتاعها فهتدي الدواء بيشتغل انتاجونس في وجود البيور الفا البيور برين مورفين تديه فين؟ تديه فين؟ تديه في الامبلايكال كورد انترا امبلايكال الامبلايكال كورد في عندك فين وارتري قد كده ولو سمحت ما حدش يقول لي تديه كده كل انسان لازم حد يقول لك تديه كده كده زي ما طلعت في كومبليت هنا كده تخش تدخل على طول على الاسبيرات والسكيرت بتاع ايدي ينفع الكلام ده ينفع ويعني دي انترا انترا لين دي جديد ما لقيتش دي انترا ماسكول دي طبعا احلى حاجه انترا امبلايكال ولكن ما فيش كده اتفقنا؟ طيب الادويه ممكن تنزل في الميل اللي جاب يقول الادويه هتنزل في الميل خطر بصوا بقى كل الادويه في الدنيا بتروح لمعظم الفلويد بس ده
بترجع البلاط تاني، بتروح وترجع لو تركز في حته معينه. اللي جدع يقول لي ايه الادويه اللي هتركز في الليل؟ هتروح وما ترجعش. تمام؟ التتراسايكلين في كالسيوم فيري جود كمان. لو انت عارف ان الميل مور بيزك ولا سيتك؟ اختلف لغايه دلوقتي مش عارفين الميلك بيزك ولا اسيدك؟ الميلك فيه لاكتيك اسيد واسيدك. الميلك مليان فات واسيدك. اللي جدع يقول لي مين تخش وما ترجعش صلاة لها تراجل هو ميديا اسيدك. وده كل البيزك دراج هتخش تتحجز هناك، صح ولا لا؟ اللي جدع يقول لي البيزك دراج هو اسيدك مين بيحصل له ايه؟ ايونايزيشن ما يرجعش البلط. فكل الادويه اخرها ايه؟ فيري جود اخرها اي ان اي هتبقى خطر ديورين لاكتيشن مورفين اتروبين بايوكاربين اي ان اي في الدم. والادويه الاسيدك قصدي البيزك دراجز كلها ممنوعه ديورين بريجنسي. تترا سايكل كورتيزون، الكورتيزون ممكن ياثر على الجروس اوف ذا ايه؟ بيبي. ودمك وطبعا ايه كمان؟ اللاكسيتو. في ناس بتعمل الادويه اللي بتحصل في علاج الانسان. عارفين الشربه؟ يقول لك في شربه الملح وشربه الزيت وشربه المصريه وحاجات كده. هتروحوا في الارياف اول ما تتخرجوا هيشغلوكوا شويه في الارياف وهتشوفوا العجب. هتلاقي كل الستات في الأرياف بعد الولادة بياخدوا شربة. شربة. عشان تيفاكيويت اللارج انتست. فبنسألهم يقولوا بتاخدوا شربة ليه؟ يقول لك عشان ننظف المسائل. إيه المسائل اللي بتاخدوا؟ وياخدوا الشربة دي أسبوع. في واحدة من الشربة حاجة اسمها سنة. اسمعوا عن نبات اسمه السيراميكي. السيراميكي ده نبات بيطلعوا منه مادة اسمها السنة بتنفع كشربة. ها؟ شربة حاجة من لينة تنزل ايفاكويت اللارج انتست. هتلاقي ستي ولدت من هنا بعد ما تاكل لحم الفرخة تاخد الشربة. سنة اسبوع. تمام في المسيح. اللي جدع يقول ده الأم ليها جميلة بإبنها عنده إيه؟ السنة دي مادة بيزك وبتبقى تراب هناك. لو أنت جدع لو انت مين اقنع الست انها هي اللي تاخد الشربه والواد جاي السابق. انا مش دعوه بيه هنا، انا اشوف واد هو واد معاه. وتفضل بقى تعمل ايه زي الحاوي عشان تقنعهم ان السنه هتنزل مع الملك وممكن تعمل ضرريه من يوم. في أدوية كتيرة بتأثر على الميل. حد يعرف بقى مين بيكون الميل؟ والله المفتاح في الفيست. مين اللي بيساعد على فورميشن أوف ميل؟ برولاكتين. صح ولا لا؟ حد عارف مين هو البرولاكتين انهيبيتنج فاكتور؟ فيري جود. يبقى الدوبامين بيعمل ايه في البرولاكتين؟ انهبيشن، صح؟ اللي جدع يقول لي بقى لو جات لك واحده ست في العياده وقالت لك انا مش عايز ابطل، او ست جالها انفكشن في البريست. اللي جدع يقول لي انفكشن في البريست انفلاميشن في البريست اسمه بريستايتس، اسمه ماستايتس. فيري جود. فجالها ماستايتس فمش عاوزين نخليها ترضع، وقال لها المول ميك فورميشن نديها ايه؟ دوبامين اجونيست، صح؟ نديها دوبامين نفسه ولا ايه اللي دوب؟ ده دوبامين ولا ايه اللي دوب؟ الدوبامين هيعدي البرين؟ مش عارف ايه اللي دوب ايه اللي تنفع؟ او دواء تاني اسمه برومو كريبتين. هو موجود عندكم في الكتاب عشان ما تتلخبطوش، اكتبوا عليه دوبامين اجلوس. ده هيعمل ايه في الميل فورميشن؟ هيقلل الميل فورميشن. احنا المره اللي قلنا مكتوب في الكتاب عندكم برومو كريبتين. برومو كريبتين
كده احنا خلصنا ايه؟ الديستريبيوشن، فاضل عندنا الميتابوليزم والسكريشن. يوم الخميس هناخد جزء، والاسبوع اللي بعديه يوم الاثنين هناخد الجزء الثاني.